سيدنا جابر بن عبد الله بيقول النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده دعوه نفسه ربنا يستجيبها، فراح مسجد الفتح. مسجد الفتح اللي هو مكان غزوه الاحزاب. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح يوم الاثنين من الظهر للعصر قعد يصلي ويدعي ربنا فلم يرى الاجابه. فيوم الثلاث النبي عليه الصلاه والسلام راح من الظهر للعصر قعد يصلي ويدعي ربنا فلم يرى الاجابه. فيوم الاربعاء سيدنا جابر قعد يتابع النبي عليه الصلاه والسلام. فيوم الاربعاء النبي عليه الصلاه والسلام راح قعد يدعي ربنا من الظهر للعصر. سيدنا جابر يقول فراينا البشره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا استجاب له. انتوا عارفين معنى؟ فسيدنا جابر بقى لقط الوقت ده، قال لك يبقى يوم الاربع من الظهر للعصر ده وقت اجابه الدعاء. فبيقول سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري فلم ينزل بي امر مهم غليظ، اي امر خطير ورهيب ومش قادر عليه، الا توخيت تلك الساعه لادعو الله فيها فاجد الاجابه من الله. يعني يا شباب ما بين الظهر والعصر يوم الاربع وقت اجابه دعاء اسبوعي، زي الساعه الاخيره من يوم الجمعه كده. انت يعني الساعه الاخيره من يوم الجمعه ما حدش عارف هي امتى، وقت الامام لما يطلع ولا قبل المغرب، ولكن دي من الظهر للعصر يوم الاربع. انا ليا واحد من اخواني لما قلت له الحديث ده ثابت بقاله مده عليه، اتجوز وحل مشاكل كتير جدا في حياته، الوقت ده بالنسبه له مقدس، بيقول لي ده لا يمكن اضيعه ابدا، وقت اجابه دعاء. يا شباب يا شباب، كما قال الحبيب عليه الصلاه والسلام اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لان الدعاء اسهل حل الاصعب مشاكل. قول يا رب، قول يا رب ربنا ينقل لك الجبال من مكانها، قول يا رب ربنا يمطر لك السماء فرج، قول يا رب ربنا يفتح لك ابواب السماوات، قول يا رب، قول يا رب ليل نهار، ادعي ادعي، ده قريب، ده مجيب، ده قدير، ده عظيم. قول يا رب ده اللي نزل من خزائن ربنا في التاريخ البشري فوق ما يذهل كل عقل وتصور. قول يا رب، قول يا رب. ابن تيمية قال كلام خطير تعليق على الحديث الصحيح ده اللي هو بتاع استجابة الدعاء ما بين الظهر والعصر يوم الاربع، قال فالسر في الزمان لا في المكان. انا زمان لما عرفت الحديث ده كنت بستنى اروح المدينه المنوره في عمره عشان اروح المسجد ده ادعي يوم الاربعاء من الظهر للعصر، فلقيت ان تمام بيقول لا، ده في اي مكان على وجه الارض يوم الاربعاء من الظهر للعصر ده وقت اجابه دعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب، استجب مجزومه، يقين، يقين جازم. قول يا رب ربنا يستجيب دعائك، ومش عايزين نعجز عن كلمه يا رب، غيري حياتك بكلمه يا رب، ما عدتوش بقى تضيعوا من الظهر للعصر يوم الاربع ولو ركعتين، ونتوسل ونستغيث بالله انه سميع الدعاء.